اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الثانيه والاخيره من سهرتنا النهارده في برنامج الاهلي الليله. بيشرفني فيها الكابتن عادل طعيمه، المدير الفني الاسبق للنادي الاهلي ونجم كبير ويعني احد المدربين الكبار في الدوري المصري، يمكن درب عدد كبير جدا من انديه الدوري الممتاز وعنده خبرات كبيره وعارف الكره المصريه مشكلتها فين وتتحل ازاي. وجود النهارده ضروري معانا عشان المشاكل اللي موجوده في الكره المصريه. موسم استثنائي، موسم مش استثنائي، دوري هيخلص امتى مش عارفين هيخلص امتى. كابتن عادل منورنا ومشرفنا وموضوعات حيويه في التوقيت الحالي. اولا كل سنه طيبين والساده المشاهدين وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، ان شاء الله ربنا يبلغهم ليله القدر. امين يا رب، ويجعل الخير دايما في النادي الاهلي والانتصارات باذن الله تعالى ان شاء الله. السؤال الاول، وليك باع طويل في الدوري المصري ودربت فرق كتير وعارف خبايا الكره المصريه ومشاكل الكره المصريه، هو موسم استثنائي ولا مش استثنائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لو افترضنا ان هو موسم استثنائي لازم في قواعد اللعبه. قواعد اللعبه بتقول ان انا في دوري وفي كاس وفي امم افريقيا وفي اذا في سوبر والحاجات دي، في جدول بيتحط. الجدول اللي بيتحط ده بيتحط في كل العالم، وتلاقي دايما الجدول زي ما انت شفت كده كله في خلص في شهر 5. ياخدوا شهر، لازم اللاعب ياخد شهر كامل عشان الجهاز العصبي والعضلي بياخد الراحه بتاعته، ثم يبدا في فتره اعداد. فتره اعداد بياخد له كمان شهر، ثم بيبدا دوري تبص ايه في شهر 8. هتلاقي ليفربول مانشستر كله بيخلص في اوائل، في خلاص في اخر 5 ويخش على الفترات الراحه بتاعته، ثم اعداد الموسم اللي بعديه. موسم استثنائي لازم ان انا اتحاد كوره
لا في قرار حاسم، الناس لازم تعرف ان الدوري بعد شهرين دي عمليه خطيره جدا، انك تكمل الدوري بعد شهرين دي عمليه سلبياتها خطيره. كابتن عادل، ده الاسبوع الاخير اللي عليه الدوشه دي كلها اتلعب، بيتلعب منه دلوقتي 4 مباريات، منهم مباراه لو وضعنا في الحسبان ان في 3 مباريات مش هتفرق كتير في الجدول، بس منهم مباراه الجونه والاسماعيلي، الجونه بينافس مع 3 4 انديه في الهبوط، فتكافؤ الفرص خلاص اصبح مش موجود. يعني انت النهارده الاسبوع الاخير في الدوري الاسبوع 34 اللي عليه الموضوع كله اتلعب منه 4 مباريات، يعني في خلاص سبق الصيف والعزل، خلاص 6 فرق خلاص نهوا الدوري، يعني بقى لهم 4 5 ايام بيناقشوا، والنهارده قلنا نطلع بقرار ويمكن مباريات بالليل تتاجل، لا طلع قرار ولا المباراه اتاجلت والمباراه بتتلعب. نفترض الجونه كسب الاسماعيلي وبقى في الدوري الممتاز، قيمه مباراته مع الزمالك هتكون ايه؟ والزمالك بينافس على المقدمه، تكافؤ الفرص ازاي بينه وبين الاهلي، والاهلي لعب مباريات مع فرق بتحاول تقعد مش عايزه تنزل الدرجه الثانيه وبتحاول تحارب ان هي تقعد في الدوري الممتاز، وده حقها الشرعي، لما لعبنا الداخليه ولعبنا النجوم ولعبنا فرق كبيره جدا كانت لسه عندها امل تقعد في الدوري الممتاز، ومباريات بالنسبه لنا كانت مباريات صعبه، لما يجي يلعب مع الجونه والجونه قعد في الدوري، قيمه المباراه هتبقى فين؟ تكافؤ الفرص فين ما بينه وبين مباراته مع النادي الاهلي؟ مش موجود. لما اسالك يا محمد واسال الساده المشاهدين مين المسؤول اللي مع الموضوع ده؟ هتلاقي العمليه عايمه. العمليه عايمه، مفيش مسؤول. عامر، اتحاد الكوره، الانديه، العمليه متوزعه على الناس كلها وكل واحد بيرمي على نفسه. لا، ده في لازم يبقى فيه القائد، قائد المركب لقبطان واحد. مفروض الكابتن هاني ابو ريده انا المسؤول عن اداره الكوره في مصر. انت مش عايز تعمل لجنه محترفين تدير او رابطه محترفين تدير الدوري؟ خلاص بقى انت عايز تدير صح بقى، ودير فنيا صح. انت راجل في الكاف، انت راجل في الفيفا وفي الفيفا، انا في الكاف وفي الفيفا، يعني في الاتحاد الدولي. هل انت ممكن تسال في الكاف وفي الفيفا ازاي انت الدوري بتاعك ما انتش عارف تديره، وبتعمل ماتشات بعد افريقيا، تلعب ماتشين بعد افريقيا؟ اي فنيا ده الناس تضحك علينا والله الناس اللي احنا علمناهم كوره سواء في البلاد العربيه، وكل المدربين المصريين، انت عارف كل المدربين المصريين طبعا وكان لهم دور، كان ليهم دور في نهضه الكوره في العالم العربي كله، في الكويت وفي قطر وفي السعوديه وفي الامارات وفي كل حته. طب اقول لك على حاجه بمناسبه الامارات، وهي والله ما كانتش متحضره، احنا مش بنقول موسم استثنائي. طب بص، الامارات السنه دي نظمت ايه؟ نظمت كاس امم اسيا، نظمت كاس العالم للانديه، نظمت اولمبيات متحدي الاعاقه، والدوري خلص وانديتها لعبت دوري ابطال اسيا وكاس الاتحاد الاسيوي، تمام، ولعبت كمان في دوري الخليج العربي، دوري الكره في الامارات، والدوري لسه خلصان اول امبارح. نظمت 3 احداث دوليه على ملاعبها السنه دي، كاس امم اسيا 24 منتخب، احنا عندنا كاس امم افريقيا، الامارات نظمت كاس امم اسيا 24 منتخب، نظمت كاس العالم للانديه، ريال مدريد وفرق كبيره، كاس العالم للانديه، وكان نادي العين بيلعب في كاس العالم للانديه، فبالتالي اجلت مباراه نادي العين، تمام. نظمت اولمبيات متحدي الاعاقه، وكان في سبوت كبير قوي على هذا الحدث الرياضي في الامارات، هناك كان حدث كبير جدا، ومع ذلك الدوري الاماراتي لسه منتهي من 48 ساعه، ولعبوا الانديه في دوري الامارات، لعبت بطوله عربيه، لعبت دوري ابطال اسيا، لعبت كاس اتحاد اسيوي، نفس الظروف بالظبط، وخلصت دوري الخليج العربي او دوري اسيا. والنهارده بتبدا تطور لجنه الانديه المحترفه لرابطه الانديه المحترفه، يعني هم عملوا لجنه زي لجنه الانديه عندنا، الكلام ده من كذا سنه، لجنه الانديه المحترفه هناك بتحاول توصل للتارجت بتاع الرابطه عشان تسوق شعار الرابطه، تسوق المنتجات بتاعه الرابطه، تسوق الكوره هناك في الامارات. خلصوا الدوري وبيخططوا ل4 سنين جايين. شوف الفكر ده. انا اقول لك على حاجه ثانيه بقى، الناس ممكن تعتبرها حاجه سهله، انت بتخش ملعب الامارات وبتذكره، التذكره دي عليها، هل شفت في العالم العربي كله ان في جمهور بيبقى قاعد على النجيله؟ لا. اهلي وزمالك بيتلعب في الامارات، جمهور الاهلي والزمالك تقريبا قاعدين جنب بعض، قاعدين اللي بيفصل ما بين الملعب والمدرجات سور، يعني يا دوبك نص متر، في حد نزل، في حد تجاوز بشعار، كل واحد قاعد بالكرسي، قاعد بالكرسي بتاعه، التصوير الدقه، مفيش حد حوالين الملعب، الناس نازله بنظام. الكلام ده احنا كمصريين ما نقدرش نعمله؟ كابتن هاني والاتحاد الكوره، انا كنت متخيل والله كنت متخيل ان احنا بعد المجلس ده ما نجح انه الحاجه دي هتبقى في مصر موجوده. انت بتبص يعني نص المجلس نجوم كوره، اي ماتش تبص تلاقي الفرقه بتاخد الدوري او بتاخد الكاس، بتلاقي الناس كلها في الملعب، وناس لازم بجلابيه، وواحد ملوش علاقه شايل الكاس،
لا الجزء التنظيمي ده فيه قصص تانية. ما هو ده الاساس، هو ده الاساس. تعرف لو ده منظم هتلاقي كل حاجه منظمه، هتلاقي دخول الملعب منظم، هتلاقي المسابقه منظمه، التصوير، التحكيم، لان هي كلها حلقات كلها ماسكه ببعض. كابتن عادل انا حزين وانا بضرب المثل باللي بيحصل في الدوري المصري والكره المصريه باتحادات شمال افريقيا. انا بقى لنا 3 ايام بنتكلم، شوفوا تونس الدوري ازاي هيتنظم بعد الترجي ما يخلص مباراه النهائي، ضاغطين الترجي ازاي عشان يخلص الدوري قبل كاس الامم عشان يلتزم بمواعيد القيد الافريقي. قلنا المغرب بيعمل ايه دلوقتي، بنقول الامارات ازاي بتنظم الدوري وبتخلصه وارتباطها في نفس السنه بثلاث احداث رياضيه دوليه. شوف بنضرب مثل، يعني لو قلنا الدوري الانجليزي ولو قلنا الدوري الاسباني ولو قلنا ظروف اوروبا، احنا بنضرب مثل بانديه وباتحادات قريبه الشبه مننا، لعبت معانا بطوله عربيه، لعبت معانا بطولات افريقيه، لعبت دورات في اسيا وبطولات فدراليه وكونفدراليه، نفس الظروف نفس الظروف، ومع ذلك هناك قرار بيتخذ لمصلحه الجميع، لا بيخاف من ده ولا بيخاف من ده ولا بينتظر قرار من هنا ولا بينتظر قرار من هنا، اللي شايفه في صالح المنتخب وفي الانديه بيتم اتخاذ القرار على طول بيطلع. يعني المسؤول سهل ياخد القرار والانديه مش هتقدر تعترض لو انت بتقول له لا لمصلحتك في 1 2 3 4. هل الاتحاد ما عندوش القدره ان يتخذ مثل هذه القرارات؟ يعني هل ينفع ناديين بحجم يعني اي ناديين كبار في اي دوله في العالم ينفع ان انا يبقى عليا ضرر ان انا اقعد شهرين من غير لعب وبعدين العب النهائي؟ وانا قلت قبل كده العب النهائي ان انا ببقى مفروض في قمه لياقتي البدنيه ابتدي بيها دوري ازاي؟ ما ينفعش. هعمل ماتشات وديه امتى واعمل اعداد امتى؟ فانا اللي عمله تونس والمغرب، تعرف الناس دي كانوا بيتفرجوا علينا ويقلدونا في كل حاجه، سواء في الفن في الرياضه في كل حاجه. ومع ذلك احنا هم عندهم القرارات اتخذت بسرعه لان هم عارفين يعني ايه جوانب فنيه ممكن انها تضر اللعيبه، اللعيبه هتنضر ضرر بالغ، والكره المصريه يعني متداخل على تصفيات كاس عالم. يعني اي منطق واي عقل يقول كده؟ المفروض ان انا ابقى حاطط البرنامج بتاعي وعارف يعني ايه جوانب فنيه وجوانب ماديه، وزي ما انت قلت استثمار، الرياضه دي استثمار، استثمار في كل حاجه ادبيا وماديا وفنيا. ما ينفعش ان انا اقضي على شكل الدوري. مين اللي هيبدا الدوري بنهائي اهلي وزمالك؟ مين عاقل يقول كده؟ استحاله الكلام ده يمشي، استحاله، ولا الناس هتقبله ولا هيبقى فيه فرحه ولا هيبقى فيه اي حاجه. الدوري يخلص في نهايته على اساس انك انت خلاص اتعرف مين بطل الدوري، اتعرف مين بطل الكاس، حتى الكاس مش مشكله، لكن انت على الاقل يبقى عندك الرؤيه في اعارات، في تجديد، في معسكرات، النظام ده كله في الانديه الكبيره لازم يتحط من البدايه. طيب تعليقك على فكره الجدول اللي اتحط من ايام، والنهارده بتتلعب منه 4 مباريات في الاسبوع الاخير، الاسبوع ال 34، ان اتحاد الكوره فكر في ازاي هيحمس ازاي هيحسم شكل الهبوط لو الجونه كسب مثلا الاسماعيلي والمباراه ما زالت ساريه حتى الان، والمركز الرابع اذا المصري استطاع الفوز على الداخليه. لكن في نفس الوقت ما اهتمش بفكره مين بطل الدوري ومين الانديه اللي هتشارك في افريقيا وتقدر تجهز قائمتها. يعني بمعنى صح، هو خد من خطاب الاتحاد الافريقي الميعاد الاول اللي هو من 1/6 ل 30/6 الاربعه الانديه اللي هتشارك في بطوله افريقيا، سواء الاول والثاني او الثالث والرابع. لكن في نفس الوقت هو بيحط الجدول الاسبوع الاخير، ما راحش لجزئيه شؤون اللاعبين او لجنه شؤون اللاعبين ان في قيد افريقي من 1/7 لغايه 30/7. تعليقك على الجزئيه دي، يعني ازاي اتحاد الكره يحل هذه الجزئيه ان يسهل الانديه ان تخلص الدوري قبل كاس الامم عشان تأيد لاعبتها وتحضر للقيد الافريقي الشهر الجاي، وفي نفس الوقت تستعد للموسم المحلي كمان السنه الجايه؟ يعني انا بستغرب اذا كان عندنا واحد بحجم هاني بريده في الكاف وفي الفيفا وفي المكتب التنفيذي هنا وهنا، السؤال ده احنا بنطرحه عليه. طب انت القيد ده مين اللي هيتحط امتى؟ يعني القيد ده الانديه اللي هي مشاركه، الاربع انديه او الاربع اهلي وزمالك، واذا كان في ثالث والرابع بيراميدز او زمالك، بيراميدز والمصري مثلا حتى الان تقريبا، يعني القيد ده هل هي هيبقى في قعده عرب؟ طب يا اخوانا دون استثناء مصر تاخد استثناء اللي فيها المقر وهي اللي عامله المقر وفيها هي لا، واستثناء في القيد صعب يا كابتن عادل، ما ينفعش. ما انا مش عارف هتتحل ازاي. اصل استثناء في القيد يعني بمعنى اصح، انا لاعب فرقه في شهر 9 هي ايدت لعيبتها وقيمتها وحددت ودفعت غرامات لو ايدت لعيبه ومش هتلعب ادوار تمهيديه بالمواعيد المتفق عليها، وانا اتعمل لي استثناء، شكوى صغيره من نادي هيلاعبني يقول لي ده ايد لعيبه في توقيت غير قانوني وخد استثناء بشكل غير قانوني وانا التزمت بالمواعيد. طبعا مفيش تكافؤ فرص، مفيش تكافؤ فرص. ما يبقى طبعًا. استثناء القيد ازاي؟ يعني هل انا مثلا في القيد المحلي نفترض اخر القيد المحلي 31 او 1/9، نفترض 1/9 اخر ميعاد للقيد المحلي، جه النادي الاهلي مثلا او نادي سين، مش هقول اسامي انديه، نادي سين قال لك اديني استثناء عشان ايد اللعيبه يوم 2 او 3/9، والنادي الثاني خلاص او الانديه الثانيه كلها كان القيد بالنسبه لها 1/9
وانا الاتحاد فتح لي القيد لاتنين او تلاته تسعه، هتنفع؟ على فكره القيد مش بقى دلوقتي القيد بال ده تي ام اس سيستروني يعني لو انا معايا واسطه من اكبر راس في الكوره في الفيفا ما يقدرش يستثنيني، لان ده نظام سيستم محطوط اخر يوم في الساعه 12 بيقفل السيستم خلاص. أيوة تسجل مظبوط. فانت على اي اساس المشكله دي هتتحل؟ مشكله يعني صعبه جدا، وارجو ان هي يعني خلال النهارده وبكره باذن الله تعالى يبقى في قرارات، ان باذن الله تعالى اتمنى ان اتحاد الكوره ياخد القرار انه الدوري ينتهي قبل امم افريقيا، وده اللي هيحل لك مشاكل كتير جدا بصرف النظر عن اي اعتراضات وعن اي حاجه، وتلعب الماتشات اللي باقيه نادي واحد ممكن يعني يبقى فيه نوع من المعارضه لانه عنده خمس ماتشات، يعني يجي على نفسه شويه. وبالمناسبه بنهنيه على الكونفدراليه، رجاء ان الاربع خمس ماتشات اللي جايين من فضلك تعال على نفسك شويه والعب زي ما كان الاهلي بيلعب بقاله 8 شهور، بيلعب كل ثلاث ماتشات كل ثلاث ايام. من فضلك نخلص الدوري علشان مصلحتك انت برضو. ما مصلحته هو كمان، ما هو هيقيد لعيبه زيه. وبعدين في نفس الوقت هتبدا اهلي والزمالك قبل بدايه موسم ازاي؟ انت فنيا اكيد انت عارف وانت عندكم خبراء ما شاء الله على اعلى مستوى، هل ينفع الموضوع ده؟ لا عمره ما ينفع، لا فنيا ولا اداريا ولا ماليا. ده هتبقى فيه خسائر ماليه كبيره. امال ايه؟ كبيره جدا. امال مين هيتحملها؟ هتعمل معسكر اعداد فين عشان تلعب اهلي وزمالك ازاي يعني؟ ولما يتم سؤالي عن اهدار مال عام مثلا حوالي 150 200 مليون جنيه، يعني انت مثلا ممكن يتسال لي مره مثلا انا بعمل ميزانيه، انت في عندك خمس لعيبه سبتهم فري ودول تعاقداتهم مثلا بتوصل لحوالي 50 مليون او 100 مليون جنيه مثلا، يعني انت ازاي تسيبهم فري؟ ازاي تدفع عقود للعيبه لسه الموسم ما بداش عشان ما اخترتهمش قبلها ب 15 يوم ان انتوا فري او انتوا خلاص مش على ذمتي؟ ده ملايين، والنادي الانديه ما فيهاش ما عندهاش الفلوس كتير قوي. هيتم يعني سؤالي على ده كمان، يعني ده اللعب النظيف ده لو هنا هنتبهدل على فكره. بالظبط، يعني هيتم سؤالي اصلا كمان وانا بعمل الميزانيه ان في خسائر مثلا 10 20 30 40، مين هيتحملها؟ حتى يعني الغرامات في القيد الافريقي يا كابتن عادل، لما ادفع 500 دولار على كل لاعب وانا اصلا ما حققتش الحد الادنى 23 لاعب من 1/10 من 1/7 ل 10/7، طب الارقام دي كلها مين مسؤول عنها؟ ممكن تكون حوالي نص مليون جنيه ولا مليون جنيه، بس ليه ادفع مليون جنيه غرامات وانا بالنسبه لي القيد فيه مواعيد متحدده من بدري؟ حلها ان اتحاد الكوره الاهلي طبعا عايز يلعب قبل كاس الامم، قبل الامم افريقيا، هيبقى في نادي واحد بس اللي بيعارض، يبقى في قرار بقى من الدوله، من اتحاد الكوره، يعني مش دوله مش هتدخل، اتحاد الكوره نقعد كده يا اخوانا، يبقى في مفيش قعده عرب بقى، في قوانين بتتنفذ، انا هنهي بطوله الدوري في الميعاد الفلاني، اجيري ممكن يغير يوم او ياجل يوم، لكن لا يمكن استحاله ان انا العب بقيه الماتشات بعد نهايه الان، دي خطا وهيتكتب في تاريخ اتحاد الكوره، هيتكتب في التاريخ، والله التاريخ ما بينساش ان حصلت مهزله، ان حصل 1 2 3 4 في سنه كذا، وكان مين المسؤول بتاعها؟ كان راجل مسؤول كبير قوي في الكاف وفي الفيفا، والحاجه دي حصلت، هل الحاجه دي ما اتدرستش قبليها؟ انا قبل ما اخد افريقيا بست شهور او اربع شهور، احنا واخدين افريقيا من ست شهور، والدوله اخرت انها تنظم البطوله، من ساعتها فنيا وماليا واداريا انا ما كانش عندي الاجهزه اللي تحط لي الجدول بحيث ان انا بنهي قبل البطوله. يدرس الموقف، وبعدين لما يجي النادي يطلب التاجيل، والنادي الاهلي ما كانش ليه بيطلب تاجيل، احنا كنا بنلعب كل 3 ايام ماتش، اللعيبه ما كانتش بتروح بيتها، ولما كنا بنطلب التاجيل يقول لك موسم استثناء عايزين نخلص الدوري، فالاهلي يقول لك حاضر. الموسم الاستثنائي ده على الاهلي بس، يعني احنا طبعا ما احناش في مجال منافسه، انا دلوقتي بنتكلم بصفه عامه يا اخوانا، الكره المصريه لابد يبقى لها ضبط وربط، ما ينفعش يا اخوانا البلاد اللي حواليها زي ما حضرتك تفضلت، شمال افريقيا، الامارات، السعوديه، اتفرج على الدوري السعودي، انت لو اتفرج على التلفزيون تحس ان ده دوري اوروبي لحد ما تسمع المعلق ولا بتاع، لان فعلا نظام ودقه في المواعيد، الدوري بينتهي في الميعاد الفلاني بالظبط، مفيش مجال لحد ان هو يعني يخرب او حد يفرض رايه على اتحاد الكوره. اكيد. طيب قبل ما اكمل الحديث معاك، لان في نقطه مهمه، كاس الامم الافريقيه ليس لها علاقه بازمه الدوري العام، لان كاس الامم الافريقيه معروف ميعادها، حتى لو في الكاميرون كنا ممكن نخلص برضو الدوري قبل كاس الامم، موجوده في مصر ممكن نخلص الدوري قبل كاس الامم، الفكره مش في كاس الامم الافريقيه، الفكره ان احنا ما درسناش الموقف صح، ولما جالنا خطاب الاتحاد الافريقي بخصوص مواعيد القيد ما صرحناش الناس، وطلعنا قلنا للكل
لا يا جماعة القيد مش في صالحكم، لو كملنا بعد كاس الأمم لازم نختم قبل كاس الأمم. نخرج لتقرير يا كابتن عادل، الجماهير بتتحدث عن موقف النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري بعد كاس الأمم، نشوف رأي الجمهور في هذا التقرير ثم نواصل الحديث مع الكابتن عادل طعيمة بعد هذا التقرير. الدوري كله يعني في كذا حاجه فيه ملخبطه في من الاول الموضوع خالص، فانا شايف ان الخطيب برضو احنا معاه في كل حاجه، وانا شايف ان القرار ده صح جدا اللي هو هيتخذه ده، فاحنا معاه قلبا وقالبا يعني في كل حاجه. النادي الاهلي معروف انه دايما النادي الاهلي من السباقين ومن اللي بيحاول ان هم يحافظوا على الانتظام وشرعيه مسابقه الدوري العام من بدايتها لنهايتها. الاهلي عمره ما كان سباق بالمشاكل ولا بافتعال المشاكل، النادي الاهلي دايما بيطالب بحقوقه في اطار المبادئ اللي بتبقى مفروض محطوطه من بدايه المسابقه. انا شايف ان توقف مباريات الدوري لغايه البطوله ما تخلص ده هيهدى على المسابقه اصلا، مش هيبقى في مسابقه ولا في بنديه في المسابقه اصلا. فالمفروض ان اتحاد الكوره كان عامل حسابه ان البطوله تخلص قبل كاس الامم، لان بعد كده ما فيش كوره بعد كاس الامم، كل الناس خلاص جهودها انتهت واللعيبه هتطلع اصلا اللي مصاب واللي عايز يستشفى، ومفيش امكانيات كمان نرجع تاني الملعب بنفس قوته الموجود حاليا، والمنافسك والموسم الجديد كمان مفيش وقت للاستعداد ليه، فانت كده هتلحم موسم في موسم، فمش هينفع ابدا الاهلي يتنازل عن المطلب ده باي صوره من الصور. انا طبعا مع قرار مجلس الاداره ومع كابتن خطيب واعضاء مجلس الاداره في تلك القرار، قرار صائب ويا ريت ينفذ. اهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا التقرير وراي الجمهور في موقف النادي الاهلي بعدم استكمال الدوري بعد كاس الامم الافريقيه. كابتن عادل تعليقك على راي الجمهور، وفي ناس اتكلمت يعني لا صعب ان احنا نكمل الدوري بعد كاس الامم لان في حاجات كتير يعني تمنعك من ده، خسائر ماليه فنيه اداريه، في مواعيد كمان لازم تلتزمها خلال الفتره القادمه، الفكره انك مش عايز تضغط فرقه منافسه ولا لا، ده الفكره انك في مواعيد لازم تلتزم بيها خلال الايام الجايه. لو انا مسؤول لا استكمل الدوري، أنا الخسارة إن أنا إذا أنا هنسحب من الدوري، إنما أنا ما الخسائر الموسم القادم هتبقى طائلة، خسائر على النادي الأهلي مالية، خسائر فنية، خسائر إدارية، من قيد، من إعارات، من أجهزة فنية، من جوانب فنية، من معسكرات، من جوانب مالية مهمة جدا. الراجل اللي بيدفع فلوس علشان يبقى راعي للنادي الأهلي، المعسكرات اللي هتتعمل، كل ده انت بتقضي عليا الموسم القادم علشان تجامل الكوره، ما فيهاش مجامله. انا الخسائر بتاعتي ان انا السنه دي انا لن اكتمل الدوري الا اذا اتلعب قبل نهايه دي افريقيا. انا عندي ماتشين يتلعبوا في خلال الفتره اللي جايه ديت، عندي 15 يوم، ال 15 يوم او 10 ايام لحد يوم 6 يتلعب الماتشين بتوعي واكمل بعد كده. ايه المانع ان انا اهلي وزمالك العبه في البدايه؟ ايه المشكله يعني؟ برضه من ضمن الحلول يعني العب اهلي وزمالك وبعدين الماتشات الثانيه خليها بعدين، يبقى الانديه الثانيه تتضرر، انما انا النادي الاهلي انا جمهور كبير قوي، والجمهور زي ما انت شفت ناس فاهمه قوي على فكره، الناس فاهمه يعني، الناس دول يعني ما هماش وكلاء فنيين ولا مديرين فنيين ولا هم بيخططوا للكوره، ناس عاديين وكل واحد ليه مهنته المحترمه، كلهم فاهمين والله. يعني هل ينفع ان دول يبقوا فاهمين وهم مش مسؤولين؟ يعني المفروض المسؤول يبقى مسؤول فعلا، ربنا هيحاسبنا كل واحد قاعد في كرسيه، ربنا يحاسبه انت ليه اسأت للمكان اللي انت قاعد فيه؟ ليه ما اخترتش الاكفأ؟ الجهاز الفني في اتحاد الكوره ليه ملوش دور؟ يعني كابتن محمود سعد فين فين فينه من الحته ديت؟ يعني محمود سعد ده راجل دكتور في التربيه الرياضيه، لازم يبقى الجانب الفني ده ليه دور في الحته دي؟ ما هل هو ما قالهمش ان الحته دي هتأثر فنيا؟ حتى بلاش الجانب المادي، فنيا ما ينفعش، فنيا ما ينفعش ان الدوري يستمر، مفيش للاسف 14 شهر، مفيش اداره فنيه للمنتخبات، مفيش اداره فنيه داخل الاتحاد في موضوع الكره المصريه كمسابقات محليه كدراسه كسكاوتنج، ده مش موجود. انا في احدى الحلقات من حوالي شهر، ويمكن الكلام ده انا بقوله لاول مره، من شهر هنا في قناه الاهلي وتحديدا يوم 29 ابريل يا كابتن عادل، طلعنا وناقشنا
مواعيد القيد الافريقي، الدوري هيخلص قبل كاس الامم امتى، الدوري لما خلص قبل كاس الامم ايه الخريطه الاتحاد المصري هيحضرها للمرحله القادمه عشان الانديه ما تخسرش افريقيا السنه الجايه. وكان ضيف هنا الاستاذ علاء عزت الناقد الرياضي بالاهرام العربي والصحفي في مجله الاهلي، وسالته على دور اللجنه الفنيه في الاتحاد، رد عليا قال لي انا كنت بعمل حوار مع الدكتور محمود سعد، قال له انا الجزء المختص بيه داخل الاتحاد المصري لكره القدم البراعم والاكاديميات وقطاعات الناشئين فقط، ملوش علاقه خالص بالسكاوتنج للدوري المحلي بالمنتخبات الوطنيه بالتخطيط للكره المصريه الاربع سنوات القادمه. امال مين اللي بيخطط للكره المصريه؟ ما هو مفيش تخطيط، ما هو لما يطلع موعد القيد الافريقي والاتحاد ما ياخدش قرار فيها ويقعد يلعب في جدول الدوري عشان يحدد مين الرابع عشان يبعته ككونفدراليه، تمام، مع الاول والثاني والثالث، وهو النتائج خدمته، يعني يبان مين الاول والثاني والثالث والرابع، ويتفق على شكل الهبوط هيبقى شكله ازاي ويعرف مين هبط، لكن مش فارق معاه ان الانديه اللي هتشارك في افريقيا هتتعامل ازاي مع القيد السنه الجايه. عشان كده بقول لك، هل كابتن او دكتور محمود سعد هل هو ما قدمش تصوره الا اذا كانوا هم يعني في نوع من التحجيم بحيث انك انت مالكش دعوه بالمنتخب الاول وكده. مش اختصاصه، ما هو الجوب سكريبشن اللي محطوط للدكتور محمود سعد مش محطوط فيه انه يحط الخريطه لاربع سنوات قادمه. ما هو اي مدير فني للاتحاد كابتن عادل، وحضرتك طبعا تدرى اكتر منه وليك خبرات في الجزئيه دي، وليه بفتح معاك الموضوع ده؟ لان احنا لو عايزين نشوف المشكله فين هنوصل للجزئيه دي. اي مدير فني للاتحاد يا كابتن عادل بيعمل ايه دوره؟ تخطيط للكره المصريه عموما، مش القطاع بس، يعني الراجل بيعمل تصور كل اربع لثمان سنين حتى عشان المنتخب الاولمبي، تمام، مش اربع سنين، ده بيعمل لثمان سنين عشان المنتخبات الاولمبيه. بيخططها ازاي؟ بيحط مواعيد ايه؟ بيحط مواعيد الماتشات، شكل الجدول، القيد، النهارده بعمل 30 ولا 25، صح، الاعمار، الدرجه الممتاز اولى وب، تبقى ايه؟ تبقى 20 نادي، ما تبقاش 150 نادي، الدرجه الثالثه تبقى كذا علشان تفرق لقطاعات الناشئين، مسابقاتها تبقى مرتبطه بالمسابقات العالميه، ما يبقاش في حاجات جمهوريه وحاجات منطقه والنادي يفضل يصرف على حاجه ملهاش قيمه، ولعيب بيلعب في النادي الاهلي تلاقيه بيلعب مع مش عارف شباب ايه، نتيجه المباراه دي ايه؟ ايه الفايده الفنيه بتاعتها؟ ولا قيمه لها. الكلام ده لما يكون اتحاد الكوره بيلزم الانديه زي ما موجود في العالم كله، انا الاحتراف بيبدا من سن كذا لحد كذا، بعد السن ده انا القطاع الناشئين ده لازم في السن المعين ده يبقى ليه تصور. انا الفتره اللي انا بشتغلها في قطاع الناشئين ثم الشباب لازم تفرغ لي اكبر مجموعه للفريق الاول في منتخب مصر. يبقى التخطيط ده معمول، مش معمول ان انا بجامل مدرب علشان اديله فرقه وبعدين يخسر، يوم الجيل اللي انا اشتغل معاه وراح سافر 50 ماتش دولي وبعدين يبقى يعني خلاص يتحط على ما ينفعش. الولاد دول يبقى فيه نوع من التخطيط، ومع التخطيط هيبقى فيه نجاح. اذا ما فيش مدير فني للاتحاد يا كابتن عادل؟ ما يعني مش، انا مش عايز يعني محمود، مش دكتور محمود، هو ما بيقومش بالدور ده. على الشخصيه، الشخصيه اللي انا ممكن جدا ما اقبلش ان انا يبقى دوري في الحته دي. انا مدير فني لاتحاد كرة القدم في مصر. أنا أقبل إن أنا أبقى باخد الشغلانة دي من الألف إلى الياء. الفريق الأول ماشي، الفريق الأول بيخطط لنفسه، لكن أنا بخطط للكرة المصرية 8 سنوات، بقول المسابقات دي تبقى بالشكل الفلاني، السنة الجاية يا أخي إحنا 100 وشوية مليون. كل الدول في العالم اللي هي معدية ال 100 مليون الى عدد المسابقات او عدد الانديه اللي بتشارك فيها 20 نادي، مش كده؟ المانيا كام؟ 20. بريطانيا، اسبانيا، كله في الحدود دي. انا المانيا 18 عشان اكون بس دقيق في المعلومه. 20 ولا 18؟ المانيا 18. اسبانيا 20، انجلترا 20، فرنسا 20، ايطاليا 20. طيب، ودول تقريبا قريبين مننا او احنا زياده عنهم. انا الانديه الشعبيه وليه ما بقعماش عامل نظام ان انا الانديه الشعبيه دي بدل دور الشركات يبقى الانديه الشعبيه دي انا كمدير فني بحط النظام بحيث ان انا الخطا اللي احنا عملناه السنين اللي فاتت ديت ابقى بوصله ان انا يبقى كل الدوري كله انديه شعبيه بحيث ان انا هي كره هي لعبه شعبيه. فالتخطيط ده كله محتاج لاداره فنيه، مش واحد، ده محتاج جهاز كامل، إدارة فنيه كاملة. اداره فنيه زي اللي حضرتك تبقى عارف في برشلونة أو في أي دولة، أي نادي في العالم في مدير فني للنادي، مش المدير الفني بتاع الفريق الأول. المدير الفني ده شغلته
انك انت بتجيب اللعيبه اللي هو المدير الرياضي بمعنى المدير الرياضي اسف المدير الرياضي المدير الرياضي دي شغلانه انت بتسمع عنها في برشلونه الراجل يروح يجيب نيمار يفضل متابعه 4-5 سنين وبعدين يروح جايبه عارف ان هو هيجيبه بالشكل الفلاني بالرقم الفلاني بعد سنه اتنين الراجل ده هيتباع بالرقم انت شفت جابه بكام وباعه بكام يعني يعني الرقم اكتر من 100 وشويه 120 مليون مكسب في خلال سنتين ده غير المكسب اللي هو جابه من بعد ما جابه النادي على طول برشلونه من الفانيلا ولا جاب الفلوس اللي هو اصلا دفعها صح ده مش ده الاستثمار اللي العالم كله شغاله هل هم محتاجين فلوس محتاجين فكر ومحتاجين يعني ايه اسبانيا تروح كاس العالم وتكسب كاس العالم من خلال ايه قطاع الناشئين في ريال مدريد وبرشلونه قطاع الناشئين بيشتغل صح في ريال مدريد وفي برشلونه لو تشوف التيم اللي لعب في كاس العالم وخد كاس العالم في اسبانيا كان عباره عن 6-7 من ريال مدريد و6-7 من برشلونه ودي دايما اللي كانت بتكسبنا امم افريقيا يعني اهلي وزمالك اهلي وزمالك وبيخش عليهم بقى طبعا كان محترف موجود من بره 3-4 محترفين الكلام ده اذا ما كانش المدير الفني في الاتحاد الكوره بيشتغل بالشكل الفلاني يعني نراجع بقى نفسنا كابتن محمود سعد يبقى ياخد يعني صلاحيات تانية بحيث ان انا الحاجه دي يا اما يبقى في نظام تاني بيتحط ما ينفعش ابدا ان انا مصر كبيره قوي مصر اسمها كبير قوي يا اخوانا انا بقول لك حزين يا كابتن عادل يعني وانا بقارن يعني بقارن الكره المصريه بالكره التونسيه والكره المغربيه والكره الاماراتيه حزين وانا بدي امثله فيما هو متعلق بالتوقيت الحالي في ختام الدوري هناك في ازاي بيتعاملوا مع مواعيد القيد ازاي بيتعاملوا مع ختام المسابقه ازاي بيتعاملوا مع تكافؤ الفرص يا كابتن عادل ده في تونس اخر 4 أسابيع بيلعبوا في نهار رمضان في الصيام عشان تكافؤ الفرص يعني النجم الساحلي عنده ملعب مضاء ما عندوش مشاكل في الملعب في اضواء كاشفه لكن مثلا لو الامن رفض يلعب بالليل بجمهور مثلا وفي نادي تاني عنده اضواء كاشفه ممكن يلعب بالليل الاتحاد التونسي يقول لك لا حتى لو في رمضان يلعبوا بالنهار في الصيام لتكافؤ الفرص هو ده الشغل هو ده الشغل موضوع بسيط سهل جدا هو ده الشغل هو ده الاحترام والانديه تتبع اتحاد الكوره انا يا سيدي عايز مش عايز وجع دماغ رابطه محترفين من السنه الجايه بس قبل السنه الجايه من فضلك يا اتحاد كوره من فضلكم الدوري ينتهي قبل امم افريقيا لان المشاكل اللي هتحصل من خلال القيد زي ما انت تفضلت والمشاكل الماديه اللي هتقع على الانديه انت عارف الناس اللي خلصت النهارده في ناس هتخلصت النهارده هيقعدوا ان احنا في شهر كام شهر 5 هيقعدوا بقى لشهر 8 مفيش لعب دول بقى شوف ياخد فتره راحه قد ايه وفي ناس ما تاخدش راحه خالص بقى في ناس على طول الدوري شغال ولاعيبتها منتخب هيجوا من المنتخب مفيش اعداد تخش على فتره اعداد العب اهلي وزمالك مين قال الكلام ده طيب. يبقى انت بتقضي على حتى اللعيبه اللي انت جايبها بملايين دي هتبقى مصابه ولا صليبي واللي يقول لي نتيجه عدم التخطيط الجيد طب المفاجاه كمان احنا بنتكلم في خد افريقي لا ده في مفاجاه اكبر من كده ما حدش لغايه دلوقتي اتكلم فيها وانا مش عندي لعيبه في مواليد 97 طبعا والدوري لسه خلصان وحضرتك كنت مدير قطاع الناشئين من سنه او سنتين وعندك درايه بالموضوع ده أيوة. طيب انا عندي 5 لاعبين مقيدين مواليد 97 مع ال 25 لاعب او مع القايمه الاوليه او القايمه الاولى اللي هي قايمه اللعيبه الكبيره اللي معديه السن او اللعيبه المحترفه مين اللاعب مواليد 97 رمضان صبحي تمام نصر ماهر عدد كبير من اللعيبه ولاعيبه مميزه احمد حمدي واحمد ياسر ريان ولاعيبه كبيره تمام طيب هل السنه الجايه في دوري عمرو رضوان الجول بتاع الجونه وعمر رضوان الحارس المرمى اللي هو معار خلال السنوات الاخيره نتيجه ان لسه وسعدون باك ليفت بتاع الجونه ومحمد عصام الغنطور حارس المرمى في لعيبه كبيره ولاعيبه كتيره وبتسري الدوري المصري وموجوده من خلال النادي الاهلي وعمار حمدي موجود في الاتحاد السكندري طيب ال 97 السنه الجايه هل موجوده ولا مش موجوده طب لو موجوده اللعيبه دي هتكمل معايا وايدها في المرحله السنيه كمرحله شباب طيب لو مش موجوده هايدهم مع الفريق الاول طب لو ايدتهم مع الفريق الاول هيبقوا كده عندي 35 لاعب طب القايمه لو 25 همشي 10 ازاي طب لو القايمه 30 همشي 5 ازاي طب دول هكمل معايا تعاقدهم ولا مش هكمل معاهم طب المعارين في الجونه زي احمد ياسر ريان وعمار حمدي في الاتحاد السكندري واحمد حمدي كمان في الجونه لما يرجعوا هايدهم معايا في الدرجه الاولى ولا ايدهم 97 ولا مش هعرف ايدهم ولا مش هعرف اعيرهم ما هو لو 97 اتلغت السنه الجايه اللعبة دي مشكلة كبيرة لو ما ايدتهاش مش هتبقى على ذمتي فلوس بقى ضايع يعني تخيل يا كابتن عادل احمد حمدي السنة الجاية او احمد ياسر ريان او اللعيبة اللي هي مواليد 97 وعمار كان في المنتخب وعمار حمدي لو السنة الجاية الموسم اللي جاي اللي هو كمان شهرين ثلاثة لو الدوري خلص وما حطش مسابقة مواليد 97 السنة الجاية اللعبة دي لو ما مضيتش معاها عقود احتراف السنة الجاية ومكملة معايا هتبقى فري طبعا مين يتحمل ده؟ يا اما تديها فلوسها مين يتحمل ده؟
مين في اتحاد يعني الكوره عنده القدره ان يدرس الامور دي فنيا وماليا وياخد قرار؟ مين؟ محدش فاضي، محدش فاضي للاسف، محدش فاضي. وبعدين يعني حاجه زي دي هل لم يعني حد يدرسها؟ مفيش حد يدرسها، محدش واخد باله من الكلام ده كله. يعني 97 دي في غايه الاهميه، لان معظم الانديه كده على فكره، هتلاقي برضو نادي الزمالك كده والاسماعيلي كده في كميه من الاولاد الموهوبين جدا في 97. اذا ما كانتش المسابقه دي هتتنظم، طب الاولاد دول هيروحوا فين؟ هل في مخرج ليهم؟ طب والفلوس اللي اتدفعت في الولاد دي والصرف اللي صرف عليهم، هل انت بتدي عامل حسابك ان الولاد دول يبقوا يعني النادي بيستفيد منهم بحيث ان هم ما يروحوش في كده يمشوا كده بدون حتى فنيا؟ انت بيضيعوا منك فنيا، بيضيعوا منك وماليا. وهاخد قرار امتى؟ والقرار هيطلع امتى؟ انا يعني اتحاد الكرة هياخد قرار، انا في النادي هاخد قرار امتى؟ ما انت عشان تبلغني بالقرار ده لازم تبلغني في شهر 4 في شهر 5 عشان اخد قرار بناء عليه في الموسم اللي جاي. لكن الموسم بيخلص ده، اذا خلص قبل كاس الامم يبقى كويس، لكن لو الموسم بيخلص بعد كاس الامم هاخد فيه قرار امتى؟ وخاصه انك انت معظم الانديه دلوقتي بتحط تشكيلاتها للاجهزه الفنيه لقطاعات الناشئين في الوقت ده عشان اختبارات وعشان، فالاجهزه الفنيه بتبقى في الوقت ده بتتشكل. فطبعا دي برضه من ضمن الحاجات اللي انت اثرتها الحقيقه في منتهى الذكاء، انه يعني هل ينفع ان 97 ده برضه من ضمن الحاجات اللي في منتهى الخطوره واللي لابد يبقى فيه قرار حاسم فيها. طيب اخر حاجه كابتن عادل برضه لو اسالك في الجزئيه دي، في نتائج دلوقتي بتتلعب في الدوري العام، الجونه والاسماعيلي المباراه انتهت بتعادل السلبي 0-0، نجوم المستقبل وانبي تعادل ايجابي 1-1، مصر المقصة وطلائع الجيش تعادل إيجابي 1-1، والداخلية والمصري كام؟ 3-0 لمين؟ 3-0 لصالح النادي المصري. طيب المصري متقدم على الداخلية 3-0، لسه المباراة ما انتهتش. لكن لو أنا بقى بقيس ده بجدول الدوري يا كابتن عادل، المصري دلوقتي أصبح خلاص بعد لما كسب 3-0 أو المباراة خلاص في النهاية في الجزء الأخير بقى 52 نقطة، فبقول لك كده خلاص بنسبة كبيرة المركز الرابع اتحدد، خلاص المصري بقى الرابع دلوقتي، فيلعب كونفدرالية السنة الجاية. لكن الجونة اتعادل. طيب الجونة اتعادل بقى كام نقطة يا كابتن عادل؟ 37 نقطة. لعب كام مباراة؟ 33 مباراة. أصبح الجونة 37 نقطة، أصبح الاتحاد السكندري 36 نقطة، الحرس 36 نقطة. تمام؟ هو مش كان قال إن الحرس أو الجونة يلعبوا الزمالك؟ طيب الحرس عنده مباراة مع بيراميدز يوم 30/5 إذا أقيمت هذه المباراة. ماذا لو تعادل الحرس وبقى 37 نقطة زي الجونة؟ مين هيلعب الزمالك بقى؟ فيش انا كابتن بلال كان مكان الكابتن عادل وسالت السؤال ده، قلت له هم بيقولوا او هم لما حطوا الجدول كانوا معتقدين ان الجونه يكسب فيلعب الزمالك مع الحرس، او الحرس يكسب فيلعب الزمالك مع الجونه. طب نفترض لو الاثنين خسروا، طب النهارده الجونه اتعادل، حتى المقاولين انت كده برضو عدم تكافؤ الفرص، لان هو كان المفروض عايز يبقى رابع، عايز يبقى رابع بالظبط، يعني رابع يعني اخش امم افريقيا. فطبعا حته تكافؤ الفرص والحاجات دي هم فاهمين ان الانديه ديت، وده اللي انا قلته زمان يا محمد، والله زمان قلت اتحاد الكوره الجمعيه العموميه لازم يبقى العدد بتاعها مقنن بحيث انها تختار وتختار بعنايه. طب يعني الجمعيه العموميه اختارت واختارت بعنايه، طب اللي اخترناهم بعنايه مش مفروض يبقى فيه تمام واقفه كده مع النفس ان احنا نبقى يعني واخدين القرارات السليمه. تمام كابتن عادل طعيم انا بشكرك شكرا جزيلا. اشكرك يا حبيبي كل سنه طيب. حالك اتفاهم على بعض كتير، نتمنى يكون في حل يا رب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق ان شاء الله. باذن الله. مشاهدينا الكرام حلقه كانت فيها تفاصيل كتيره جدا، اتكلمنا وعقدنا مقارنات مع الاتحاد التونسي، الاتحاد المغربي، الاتحاد الاماراتي، القصه مش بعيده عننا، بس الفكره كيف يتخذ القرار وكيف يكون القرار لصالح الجميع، مش لصالح فرد او لصالح شخص، لكن القرار يكون لصالح الكره المصريه. صالح الكرة المصرية انتهاء الدوري قبل كأس الأمم الإفريقية، ضربنا أمثلة وقلنا مواعيد رسمية، وعندما اتخذ النادي الأهلي قراره وأرسل بيانه للاتحاد المصري لكرة القدم وأعلن موقفه، أعلن موقفه بناء على موقف الاتحاد الإفريقي بمواعيد القيد للموسم القادم، وبالتالي الأمر لم يكن متعلق بمشاركة لاعب أو خسارة مباراة أو تعادل مباراة، الأمر متعلق بمصلحته في الموسم القادم سواء محليا أو إفريقيا. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله خلال الفتره القادمه، وخلال الساعات القادمه ننتظر الحل باذن الله من اتحاد كره القدم اذا كان هناك حل خلال الساعات القادمه. شكرا لحسن المتابعه والمشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.